نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية أبو عدوي التابعة لمركز كفر سعد بدمياط، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة. من جانبه قال وكيل وزارة الصحة بدمياط السيد عبد الجواد إن القافلة التي ستستمر لمدة يومين تضمنت عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، فضلا عن تلقيح كبار السن باللقاح المضاد لفيروس كورونا. القافلة العلاجية بتقدم العيادات التخصصية، عندنا أكتر من 11 عيادة تخصصية، كمان عندنا المعمل اللي فيه أكتر من 40 تحليل، عندنا الأشعة العادية والأشعة السونار، كل ده طبعا بنوفره لدعم قرار الطبيب في اتخاذ القرار الصحيح تجاه المريض. كمان عندنا الصيدلية اللي فيها أكتر من الأدوية اللي بتغطي كل التخصصات المتاحة، بحيث ان المريض ياخد خدمته كامله. بنعرف المريض اللي بيجي لنا القافله الادويه اللي احنا بنصرفها له بياخدها ازاي، او لو في تعارضات دوائيه ما بين الادويه اللي بنقدمها له في القافله، ولو هو مريض مزمن بياخد ادويه من بره برده بنعرفه بيستخدم الادويه بتاعته ازاي. هدفنا النهارده في القافله ان احنا بنقدم للمرضى خدمه طبيه متكامله ومتميزه.